ميتابوليزم دي تريغليسيريد. في الميتابوليزم دي تريغليسيريد غادي نشوفو دو بارتي، نقسموه للميتابوليزم اكسترا تيسيولار. اكسترا تيسيولار سي لو ميتابوليزم انتستينال، في الامعاء، عمليه الهضم بعد ما تاكلوا اكل، عمليه الهضم يكونسيديري كوم ميتابوليزم اكسترا تيسيولار. وكاين لو ميتابوليزم تيسيولار، تيسيولار في لي زورغان كيما لو tissu adipeux, le foie, le muscle et le myocarde. Nebdaou le métabolisme intestinal. La digestion des lipides. Nebdaou le métabolisme intestinal. L'hadm dans l'intestin, oui, c'est un métabolisme intestinal extra-tissulaire. Un triglycéride est formé de quoi? Il est formé d'une chaîne glycérol, c'est un triglycéride. Il contient du glycérol et les acides gras. Et une chaîne glycérol et trois acides gras. C'est le triglycéride. Et une chaîne glycérol ou trois acides gras. On fait digestion des lipides. La première étape, c'est extra cellulaire. On a regardé ça la lumière digestive. C'est une digestion la lumière digestive. Tout d'abord, ça commence par une humidification. Les voies biliaires, la sécrétion biliaire et les la bile. Elle joue un rôle dans l'humidification parce que la bile, elle contient quoi? Elle contient des sels biliaires. Contient des sels biliaires. Après un repas riche un acide gras, triglycéride, كليتو شبعتو ديجا ماكلتنا مخلطة راكم كليتو لي تريغليسيريد. هاد لي تريغليسيريد كيروحو لوغسك لو شيم غاستريك اريف هنا في تيودينو سا فافوريس كوا عندك سيكريسيون هرمونال سي سي كابي زد ستيمول لا سيكريسيون دي سيل بيليير و لا بيل فات اتر ديفيرسيفيي في لا لوميير سي 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 كا هي لي على ستيمولي لا سيكريسيون تاع لي سيل بيليير. راه كاين دروك لي سيل بيليير في التوب ديجستيف شنو يديرو؟ غادي يديرو لا ليميسيفيكاسيون. واش معناها هادي ليميسيفيكاسيون دي اسيد غرا؟ معناها اون سيبار لي ليبيد. مي كومون ايماجين ما كانش لي سيل بيليير في لا سيتوياسيون وين ما كانش لي سيل بيليير؟ حنا نعرفو بلي لي تريغليسيريد سي دي موليكول هيدروفوب غادي كاع يتجمعو في رحبه ويشكلوا لك ان غلوبول دو غريس. ايماجين ما يقدش يصير لهم الهضم، ما يقدش يصير لهم الهضم باسكو سي دي موليكول هيدروفوب. هنا دو لو رول دو دي سيل بيليير لي يديرو لك سيباراسيون، سيباراسيون دي تريغليسيريد. جيسبر كو فهمتو سي تي كلير. دونك اذا ما كانش كاين لي سيل بيليير سا فورم دو غلوبول، سا فورم ان غلوبول دو غريس. لو كا وين كاين سيل بيليير سا لي سيبار، سا فورم دي غوتلات دي ليبيد، غوتلات دي ميلسيون. روحها سموها ليتاب هيوميسيفيكاسيون، سا فورم غوتلات دي ميلسيون. Après l'humidification et la séparation des lipides, ça écoute lipides rabattés. Là, ça commence la deuxième étape. Il y a l'hydrolyse par l'enzyme, lipase, chez amylase. On a les lipides, lipase pancréatique. Lipase pancréatique, il va dégrader triglycérides en monoglycérides. Triglycérides, il y a de l'acide gras. Il y a de l'acide gras. Mais cette fois-ci, il y a des rejets avec une seule chaîne d'acide gras. Je ne sais pas si ça ressemble à ça. C'est un monoglycéride. Il y a de l'acide gras. و دو اسيد غرا يتليبيراو، تسمى عندك اسيد غرا، اسيد غرا مع غليسيرول لاصق مع اسيد غرا. و ثالثيام ايتاب سي لا فورماسيون دي ميسيل، سي تري امبورطون. تسمى عاود لي سيل بيليير، نعاود لي سيل بيليير غادي يدورو هكاك باش تصنعو لك الميسيل. باش تصرا لابسوربسيون سي نيسيسار دو فورمي لا ميسيل. دونك في هاد لا ميسيل على انتيغيغ غونتروف لي مونوغليسيريد، لي اسيد غرا، كلشي لي صوالح لي هيدروفوب، لي فوسفوليبيد، كوليستيرول. Les lipides, cholestérol ou les vitamines liposolubles, ADEC, ADEC, AD ou EK, liposolubles, ADEC. On a formé la micelle. Un badakina, mada sayah d'auto. La micelle sera là, soit la head clam de la sera là, endocytose. On a absorption par endocytose.
ماشي نقدر نصنع قالو دوسيتوس مي مهم المكونات كاملين راهم بالداخل توك يروحوا داخل في لونتيغوسيت وانا با فيني مازال سو صوالح داخل لونتيغوسيت. هنا تبعوا معايا مليح باسكو شي سي ان بو ماشي كومبليكي بصح هضرنا بزاف غادي نفهمكم بها شويه. عندنا في لا ليميير هنا صوالح لي برودوي دو ديجيستيون حقا انا ديجيري لي اسيد غرا هاد لي اسيد غرا واش يصرا لهم باسكو كاين لي اسيد غرا هكا ان اوكشن نقولوا فايت 20 فايت 20 كربون فيهم فايت 20 كربون يو بزاف وكاين دي اسيد غرا لي ماشي طوال بزاف فيهم من 10 to 20 اتوم دو كربون هادو توك نورمال يروحوا في لا سيركيلاسيون سونغين غادي يصرا لهم والو بصح هادو كل زاسيد غالي طوال بزاف ما ينجموش غادي يعاودوا يصنعوا لك تريغليسيريد من جديد تقولي عاود صنعوا تريغليسيريد وي صنعوا تريغليسيريد داروا لهاد حقا باش يتصرا لهم الامتصاص بصح هاد لي شان طوال تيصنعوا لنا من جديد تريغليسيريد تما نسحقوا ثلاثة من اسكيما هكا كيفاه جي شان غليسيرول نزيدو اسيد غرا نزيدو اسيد غرا هانا فورمينا لو تريغليسيريد on a formé le triglycéride. On parle de réestifier, c'est une réestification. Réaction de réestification. بعدا هاد التريغليسيريد باش يروح في الدم ما يقدرش يسيركيلي هكا التريغليسيريد في الدم سي امبوسيبل. غادي يجي ان ترانسبورتور كاين ان ترانسبورتور هكايا وداخل فيه غادي ينقل لك لو تريغليسيريد. التريغليسيريد ين كاين هذا الناقل هذا الناقل كيما الطاكسي باسكو تريغليسيريد ما ينجمش يسيركولي في ان ميليو ليكيد وهذا الناقل سموه كيلو ميكرون هذه هي لوريجين تاع كيلو ميكرون ما عندهاش اوريجين واحده اخرى سي من التوب ديجستيف ابري لا ريستيفيكاسيون دي تريغليسيريد شكون ينقل لهم لي تريغليسيريد نقول لهم كيلو ميكرون سي تاع ليبوبروتيين لحكمتي هذه راكي مليحه ينقلهم لو كيلو ميكرون كيلو ميكرون عقلي بلي الناقل تاع لي تريغليسيريد لي جاو من وين ابسوربي ريستيفي في لونتيروسيد هذه هي لوريجين تاعها فوالا نيفو دي سي اديبو تنجم تصرا لا ليبوجينيز يصنعوا تريغليسيريد كيما تنجم تصرا لا ليبوليز ديغراداسيون الهدم نبداو بلا ليبوجينيز نبداو بلا ليبوجينيز Tout commence par la formation de L-glycéro-3-phosphate. Nous avons L-glycéro-3-phosphate, soit d'hydroxyacétone-phosphate, ou le L-glycérol. Nous formons le L-glycéro-3-phosphate. Pour d'hydroxyacétone-phosphate, c'est une réaction importante. C'est une réaction de réduction. Qu'est-ce que ça veut dire que d'hydroxyacétone-phosphate, mais il y a deux hydrogènes. Comme tu vois, فونكسيون سيتون قلناها درنا دوز هيدروجين وهاد الهيدروجين شكون جابها جابها ناد اش اش بلس سما اون غي اوكسيدي لو ناد اش اش بلس ورجع ناد بلس بور ال غليسيرول دزنا لا غي فوسفات دزنا لا فوسفور ورجع ال غليسيرول 3 فوسفور سامبل فوسفور جا من لا تي بي اون ا فورمي لو ال غليسيرول 3 فوسفات هاد ال ال غليسيرول 3 فوسفات كون نزيدو له دوز اسيد غراس او فورم داسيد كوا اسيل كوا ماشي اسيتيل سو فورم داسيل كوا و سا فورم ماشي دي غليسيريد نو سا فورم اسيد فوسفاتيديك علاش باسكو شافيه اسيد فوسفاتيديك فيه اسيد غرا اسيد غرا اون بليس دي اسيد غرا في فوسفور في الكربون نيميرو 3 هذا الكربون من في نيميرو 3 كيطير في لا رياكسيون الجايه ميم هاد لا رياكسيون الاولى سيتي كات زوجة كاتاليزي بار غليسيرول اسيل ترانسفيراز تالتا رياكسيون
اللي كاتاليزي بار فوسفاتيدات فوسفاتاز، هنا وين غادي يطير الفوسفور والموليكيل ترجع دي غليسيريد، صافي بقاو غير لي دو اسيد غرا، ما كانش فوسفور. وغادي نزيدو لو ثوازيام اسيد غرا، ماشي اسيتيل كوا، يعني اعيد واكرر، ماشي اسيتيل كوا داكوغ، يجيب لك اسيل كوا سو فورم داسيل كوا، يجي ان اسيل كوا اللي هو سيت ان اسيد غرا اكتيفي. أيوة يلصق في الكربون نيميرو 3 اي سا فورم لو تريغليسيريد. ويمكن ايضا ان تصرى لا ليبوليزي على حساب لي بوزوان تاع لو كور اكزومبل ني بوزوان دي انرجي ونكونو سيتواسيون اجان تبدا تصرى لا ليبوليز. ديجا هاد لا ليبوليز ال بارتيسيب على تيرموجينيز، ولا ليبوليز تصرى بلونزيم لي باز تريغليسيريد لي باز كيتون هرمون انزيم هرمونو سنسيبل، يعني هرمونو سنسيبل باسكو لاكتيفاسيون اللي اسيغي بار دي هرمون باغ اكزومبل غلوكا كون في نقص كي تكون عندنا غليسيمي هابطه، ادرينالين نور ادرينالين كورتيزول، هادو كاع غادي يروحو يستيميلو التريغليسيريد لي باز. ايوا تبدا دير ديغراداسيون ديغراس تريغليسيريد، غادي تهدم الغليسيرول واسيد غرا نو استيريفيي، هذا يكون ليا على البومين. عندك ليكسي لي بزاف كاع يروح فيغ لو فوا، ليكسي تاع لي اسيد غرا يروح فيغ لو فوا، وي بارتي تروح فيغ لي تيسي كونسوماتور موسكل ميوكارد لي تيسي كونسوماتور. والان نشوفو لو ميتابوليزم في لي تيسي بيريفيريك او نيفو دو فوا كي دان ليو دو برودكسيون يصنع لي تريغليسيريد اندوجين، و لو ميوكارد اللي هو كوش موين تاع لو كور و لو موسك سي دي تيسيو كي كونسوم سي لو كونسوم دو كونسوماسيون دي اسيد غرا اي سي سولون لي بيزوين. دونك في لو فوا تكتصرا سينتيز، سينتيز دي تريغليسيريد بافوا يستعملو كيما سبترا انرجيتيك، مي هي سورتو تصرا سينتيز دي تريغليسيريد اندوجين اسيد غرا مع غليسيريد 3 فوسفات. ايوا صنع لك تريغليسيريد اندروجين في الميسكل ميوكارد سولون لي بوزوان. اذا كنا في سيتواسيون دو جون ولا سيتواسيون دي فور غادي يستعملو كوم ان سيبسترا انرجيتيك. هادو لي اسيد غرا لي جو مو دي سيو ادي بو ولا جو مو لي كيلو ميكرون، المهم تكثر لهم اوكسيداسيون اون انرجي. اما لي اون سيتواسيون ديكس انرجيتيك هنا تكثر عمليه عكسيه، هذوك لي اسيد غرا و لي سيرو 3 فوسفات وكاع صالهم سينتيز تريغليسيريد و يتستوكاو.